أنا وقفت على بعض هذه الحالات، سبحان الله، أن اللولب دخل في جسدها إلى يوم الناس هذا لم يجدونه، فبتكون في مشاكل كثيرة. فالأفضل هو العزل، الأفضل هو الإيش؟ العزل. نعم. وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة. من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. نعم. ويطلع لك واحد اسمه ميزو يقول لك لا، المرأة الحائض تصوم وتصلي وعلى شاكلته كثر والعياذ بالله. جهل، نسأل الله العافية والسلامة، جهل. يعني يقول كما روي عن عيسى قال: داويت كل داء له طب إلا الحماقة أعيت من يداويها. الأحمق هذا، أرأيتم الدب الأحمق؟ الدب الأحمق خوية معاه اللي هو الراعي، فجاءت هو الراعي بعد ما تعب نام، فجاءت الذبابة إيش تحوم، وكل مرة الراعي يقوم إيش سوي لك كده سوي لك كده وانتبه منهم. فالدب قال: أنا يا أخي أبغى أريح هذا الراعي صاحبي خوية هذا، أبغى أريحه أنا، يعني يقعد معقولة كده تعبان طول اليوم وما يلقى له نومة هنيئة. فراح جاب إيش حجر، فهرا، أتى بفهر كبير وجلس يتابع في الذبابة. طارت الذبابة وتدهده رأسه الراعي ومات وانتهى رحمة الله عليه. هذه الحماقة. داويت كل داء له طب إلا الحماقة أعيت من يدها. هذا زي ميزو أشكال دول، ما تتعبوش نفسكم وراهم، تروحش بقى تتعب المشايخ. يا شيخ ما تقولوا في هذا، مش هقول حاجة الله يرضى عليك، هذا ترميه في الزبالة، تحطه في الجنك على طول، تحطوا في سلة المهملات، حتى تتعبون تبلشون بأمثال هؤلاء. اسمع من هنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول مالك: رضيت أن يكون، يقول الشافعي: رضيت أن يكون مالك حجة بيني وبين ربي. لما ربنا يسألك أنت تعلمت فين، تقول عند مالك الذي قال: ما جلست مجلسي هذا إلا بعد أن شهد لي 70 من أهل زماني أني أصلح لهذا المكان. 70 من العلماء في المدينة في ذاك الزمان قالوا له: أنت تصلح أنك تفتي وتعلم إيش وأن تعلم الناس. ليس كل من هب ودب، الله يرضى عليك، لا تعبوا نفسكم في هذول. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش، لفاطمة بنت أبي حبيش: نعم، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ما هو طبعا ولا يرى بالأحاديث، يقول لك لا، البخاري غلطان، وانت اللي ما شاء الله، يعني انك انت ده، انت حتى الازهر مش معترف بيك، قال هذا متطفل وليس ازهريا، هذا لا تسمعون منه. الازهر نفسه مش معترف بيك، جزاك الله. البخاري اللي اعترفت بالدنيا كلها، جزاك الله خير، تكلمنا عن البخاري. هذا حديثه فاطمه بنت ابي حبيش جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام قال: اذ اقبلت حيضتك فدع ايش؟ صلاه، والله تصلي. نعم. فاذا ادبرت اغتسلي وصلي. نعم. نعم. فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي. حتى أتت المرأة لعائشة كما عند البخاري قالت: ما بالنا إذا حاضت الواحدة منا لا تصوم ولا تصلي. فقامت عائشة تغيظت عليها، قالت لها: أحرورية أنت؟ أنت شكلك من أفكار الخوارج. قالت: لا 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 والله، بس أنا أبغى أسأل بس. قالت: هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال كده خلاص، سمعا وطاعة، لا تسأل لماذا ولا لكذا. ثم لو جئنا من الناحية الطبية العقلية تنزلا مع هؤلاء، نقول: الحيض ما هو؟ خروج إيش؟ خروج دم. الدم نجس فيمنعها من إيش؟ من الصلاة. والأمر الثاني يجهدها فيمنعها من إيش؟ من الصيام، لأنها تدخل في حكم المريض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فهذه في حكم ماذا؟ الحائط في حكم من؟ المريض. في حكم المريض. ده أنت لو حجامة، زاك الله خير، تفطر خشية الوهن، فما بالك بمرأة الحيض نازل الدم عليها 7-8 أيام، وأحيانا يستمر إلى 15 يوما، وانت مجرد دم شالوه منك في دقائق اجهدك. ولذلك يقول لك اللي يروح يتبرع بالدم ياخذ منه نص لتر او ياخذ منه لتر، هذا يفطر. قال انس: خشيه الوهن، لانه يصيب الانسان بماذا؟ بالضعف، يدخل في حكم من؟
المريض. نعم. والنهي يقتضي عدم الصحة. أيوة نعم. بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله. نعم. فإذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن الحيض تطول والصلاة في كل يوم 5 صلوات، فمع 5 أيام 25، مع أسبوع 35، لكن الصوم فعدة من أيام أخر. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر نقضي الصوم ولا نقضيش الصلاة. نعم نعم. فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. متفق عليه. ومن أحكام الحائض، هذا ردا على التي أتت لسؤالها هذا الحديث. نعم. ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. نعم. ولا تقرأ القرآن ولا تجلس في المسجد. هذا كله على المذهب. هذا كله على المذهب. نعم. أيوه. ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. مهم. هذا مهم جدا. هذا مهم جدا. يعني إذا انقطع الحيض لا ما فيش جماع، لابد أن إيش؟ أن تغتسل حتى يطهرنا، وفي رواية حتى يطهرنا، فدل على الاغتسال. فإذا انقطع عنها الدم قبل بزوغ فجر يوم صوم جاز لها الصوم، جاز لها إيش؟ الصوم. وإن لم تغتسل، لأن الغسل هنا ليس شرطا في إيش؟ في الصوم، إنما الشرط في الصوم هنا ماذا؟ الطهر. إنها الطهر وليس التطهر. الطهر يعني انقطاع إيش؟ الدم. ونزول علامة الطهر، وعلامة الطهر علامتان: إما القصة البيضاء أو الجفاف، لا ثالث لهما عند النساء. إحدى النساء علامة طهرها قصة بيضاء، يعني مثل اللبن كده تعرفه المرأة. والنوع الثاني هي الجفاف، جفاف موطن إيش؟ موطن الفرج، مكان نزول الحيض. نعم. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أي من حيث أمركم الله، يعني في موطن الحرث في القبل. نعم. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. ومعنى الاعتزال ترك الوطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. إن النكاح يعني إلا الجماع. والنون والكاف والحاء معنى لغو صعب معنى الضم، نكحت الماء الأرض يعني ضمتها ونزلت فيها. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ إلا الجماع. نعم. ويجوز للزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج. خلاف اليهود، كان النبي أمرني أن أستثفر بثوب ويباشرني. نعم. كالقبلة واللمس ونحو ذلك. نعم. ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. أيوة نعم. هذا على قول المذهب خلاف الجمهور، واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم واللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، الطلاق في الحيض. طيب لما نقول هذا قول الجمهور وهذا قول الجماهير، ما الفرق بينهما؟ لما نقول قول الجمهور، احنا عندنا مين؟ عندنا الجمهور هم من؟ المذاهب الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. لما نقول قول الجمهور معناها 3 أمام 1، الغالبية يعني. لما نقول قول الجماهير يدخل معهم الظاهرية وأهل الرأي وأهل الحديث، يعني غالب العلماء. عرفتم الفرق بين لما نقول هذا قول الجمهور وهذا قول الجماهير؟ الجماهير غالب العلماء أكثر من إيش؟ من المذاهب الأربعة. يدخل معهم أهل الرأي وأهل الحديث وغيرهم، وممكن يكون فقه أهل المدينة إلى غير ذلك. هذا ما يقول قول إيش؟ قول الجماهير. فمن طلق في الحيض على قول الجمهور يقع. الطلاق نوعان حيأتي معنا إن شاء الله، هو الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني هو الذي طلق في طهر لم يجامع فيه، والطلاق البدعي
إذا طلق المرأة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في حيض يقع ولا ما يقع؟ الجمهور قالوا يقع، الحنابلة قالوا ما يقع، واختار ذلك شيخ الإسلام، واختار ذلك ابن القيم، واختار ذلك اللجنة الدائمة، واختار ذلك الشيخ بن عثيمين، واختار ذلك الشيخ بن باز. لماذا؟ لما سيأتي في قصة ابن عمر. تفضل. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في طهرهن، في طهرهن التي لم يجامع فيها. نعم، أي طاهرات من غير جماع. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض، ابن عمر قال له أمرها فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. نعم. وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. نعم. والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت. نعم. وانتهت فترة حيضها فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. نعم. وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة، أي ممتاز، تأتي زوجة تقول لك أنا طهرت لكن في نزل علي كدرة، الكدرة اللي هي اللي مثل يكون زي التراب، إفراجات مثل التراب هكذا، أو تقول نزلت علي صفرة، تقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، طالما نزلت علامة الطهر خلاص هذه تكون فساد التهابات وإلى آخره. نعم. لم تلتفت إليها لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وغيره، وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. نعم. تنبيه هام: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. ممتاز. إذا طهرت المرأة في أول النهار في وقت تجمع فيه الصلاتان، يعني في وقت ظهر أو وقت عصر، فتصلي الصلاتين. وإذا طهرت من الليل في وقت تجمع فيه الصلاة كمغرب وعشاء تصلي الصلاتين. نعم. من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة. لماذا؟ لأن هذا الوقت اجتماع الصلاتين، النهار ظهر وعصر والليل مغرب وعشاء. نعم. لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى. نعم. في حال العذر. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: لهذا قال جمهور العلماء كمالك. شفت جمهور العلماء كمين؟ كمالك والشافعي وأحمد. مالك والشافعي وأحمد، مين خالف؟ هذا لما نقول جمهور العلماء ثلاثة قدام واحد، يعني الغالبية قدام، لكن نقول جماهير العلماء أكثر من ذلك، يدخل فيهم أهل الحديث وأهل الرأي والظاهرية وإلى آخره. نعم. إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء، انتهى. وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. عرفت المسألة هذه؟ يعني بينما الشافعية والحنابلة يقول لك لا، يعني هي حاضت الساعة الثنتين وهذا وقت إيش؟
دخول الظهر من الساعة 12:30، فهي الصلاة باقية في ذمتها، باقية في ذمتها، ولا تخرج من ذمتها هذه الصلاة إلا بدليل، فعليها أن تقضيها. الأحناف والمالكية قالوا لا، هي لما تأخرت تأخرت في داخل إيش؟ الوقت. لكن لو أدركتها الحيض في صلاة العصر وما صلاة الظهر نقول هي تساهلت إلى غير ذلك، فلا نطالبها بشيء من ذمتها. وهذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا، أخرت لأن الوقت وقتان، وقت اختياري وقت ضروري، فهي أخرت تأخيرا جائزا. ومن من قال لا، ما كان ينبغي لها ذلك ولا لغيرها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وابن مسعود لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني عند أول وقتها. ونعم، فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا، فإنما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو يذكر، انتهى. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.